وزراء خارجية وممثلون عن أكثر من 20 دولة إفريقية اجتمعوا في الرباط لمناقشة سبل المضي قدما في شراكة إفريقية لمواجهة معضلات الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة والقرصنة البحرية. كاين تحديات القرصنة، الهجرة السرية، التلوث، الجريمة العابرة للحدود، هذه كلها كذلك كاينة في المحيط الأطلسي. مستوى التمثيل المرتفع ترجم الرغبة في تعزيز الزخم السياسي لهذه الشراكة المبتكرة، كما قال مصدر رسمي. وزراء خارجية دول مشاركة في الاجتماع، وينحدر منها بعض المهاجرين العالقين في تونس وليبيا، عبروا عن امتعاضهم من تردي الأوضاع الإنسانية وسوء معاملة رعاياهم. إنه سلوك مؤسف ويتضمن عمليات إبعاد وعنف من أفارقة ضد أفارقة آخرين. وفخامة الرئيس العقيد ممادو دومبيا كلفني بالذهاب إلى تونس والعودة بمواطنين إلى غينيا. حركة الأشخاص ضرورية، وقد تأثرنا بما يحدث مع إخوتنا حاليا في تونس. وفيما يتعلق بهذا الموضوع، مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي يجتمع اليوم سيتخذ بالتأكيد الموقف المناسب من هذه المسألة. في المقابل، اعتبر وزير خارجية الكونغو برازافيل أن المسؤولية عن تداعيات مشكلة الهجرة تعود أولا إلى الحكومات الإفريقية. المغرب يريد وفق هذه الرؤية أن يتحول الأطلسي من طريق لقوارب الموت إلى فضاء لتعاون وتكامل اقتصادي في مجالات حيوية، ما قد يشكل على المدى البعيد حلا لمعضلة الهجرة غير النظامية. خليل وبدجدود، الحدث، الرباط. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.